FM. الكلمة ليك. أنا طلبت باش نجيب الفلوس متاعي اللي هي مش مصادرة، مجمدة. مجمدة. جات المسؤولة من سويسرا وقابلتني وأنا كنت وقتها راهن الإيقاف، وطلبت منها، لكن تقول لك السيدة ذا موقوف وعليه ضغوطات، احنا ما بعثوش الفلوس. واضح. من بعد أنا مشيت العدالة الانتقالية، ومن جملة النقاط اللي اتفقت معاهم أنا وهيئة الحقيقة والكرامة، وأني أستجلب الأموال اللي عندي. الأموال هذه نحب نوضح للرأي العام ما فيها حتى مليم خارج من تونس. الأموال المهربة والتوصيف هذا مش صحيح. عندي عقودي وعندي كذا، والفلوس هذه على ذمتي. الكلمة ليك.